العدو المميز. بعض الأحيان إذا أنت تؤمن بالشيء اللي أنت قاعد تسويه وتقدمه، وتؤمن بمقدار الجهد اللي قاعد تبذله والعطاء والتضحيات اللي قاعد تسويها مقابل أنك تحبب لاعبينك فيك، وقتها هاي مو مشكلة. السير أليكس فيرجسون في كتابه كتب على السبيشال ون جوزيه مورينيو العدو المميز يوم وصل البريمير ليج الدوري الإنجليزي. اتخيلوا يا جماعة الخير، جوزيه مورينيو لما درب بورتو البرتغالي يقول جماهير بورتو كانوا يخرجون من الملعب مبكرا، فقدوا الثقة بهذا الفريق. يقول وقتها عرفت انه قدامي مشوار طويل جدا، ابى ارجع هؤلاء الابرياء الى الملعب من جديد، يحبون ناديهم ويقاتلون من اجل ناديهم. فعلا نجح في هذه الخطوة. اتخيلوا يا اخوان، جوزيه مورينيو من الامور النفسية اللي سواها مع بورتو، تخيلوا يا اخوان يوم كان مع بورتو، بورتو تأهل، مورينيو يقول في نصف النهائي انا ما بقابل مان يونايتد. كان قوي وقتها معهم السير أليكس فيرجسون واسماء كبيره. يقول جلست اقول لعيبتي اتمنى اني اقابل مان يونايتد، اتمنى اني اقابل مان يونايتد، اتمنى الجرعه تحطنا ضد اليونايتد، اتمنى الجرعه تضعنا امام اليونايتد. ويقول وقت الجرعه اللعيبه كانوا مع بعض، فجاه الجرعه وضعت بورتو مع مان يونايتد، كل اللعيبه فرحانين انه اليونايتد، يعني ما شافوا اليونايتد ولا شيء. هذا من المدربين اللي يخلي اللاعب يخرج كل ما عنده ديديه دركبة. يقول افضل مدرب عملت معه مورينيو، سامويليتو، ابراهيموفيتش، هذول مو من فراغ، هذول يعرفون انه مورينيو كان مدرب مو بسيط. السير أليكس فيرجسون يقول لما وصل 2004 راح المؤتمر الصحفي، خطف الاضواء والاعلام والصحافه والمانشتات كلها عليه. تعرفوا ايش دفون ايش قال لهم في المؤتمر الصحفي؟ الصحافه موجوده، قال لهم اخرجنا ريال مدريد، واخرجنا مارسيليا، واخرجنا مانشستر يونايتد، وحققنا دوري ابطال اوروبا. هذا الفريق كان معاه مدرب مو من القاع، كان معاه مدرب من النخبه، سبيشال ون. انا ماني مغرور. هذا التصريح او هذا الكلام ذكره في المؤتمر الصحفي. وقتها السير أليكس فيرجسون قال لي مساعده، مين هذا الفتى اللي جاء وشكل ضجه كبيره؟ كيروش، كارلوس كيروش مساعده. يقول لي سير أليكس فيرجسون هذا الفتى كنت أدربه في الأكاديمية، كان معانا. يقول من أذكى الطلاب، ويقول أذكى من جميع الطلاب اللي كانوا بمرحلته. وقتها السير قال أنا ما راح أدخل معاه في حروب صحفية. يقول كسب اللعيبة كلهم. يقول من 2004 إلى 2007 حققنا بطولة وحيدة فقط، أما تشيلسي فاز في جميع البطولات، تشيلسي فاز في جميع البطولات الممكنة. يقول السير أليكس فيرجسون طول الموسم وأنا جلست أركض وراء قطار تشيلسي، قطارهم كان منطلق مسريعا. يقول تخيلوا يا أخوان، بينيتيز كان جايب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، أرسنال مع أرسن فينجر كان جايب الدوري الذهبي، والمان يونايتد مع سير كان فريق قوي جدا. يقول وقتها اقتنعت، رجعنا بنينا فريق جديد عشان ننافس تشيلسي. اللعبة تغيرت. جوزيه مورينيو انتقل من تشيلسي، راح انتر ميلان، جاب ثلاثية تاريخية. اتخيلوا يا اخوان، في يوم ما جاب ابطال اوروبا وجاه عرض من ريال مدريد اتردد. يقول قبلت عرض ريال مدريد، تعرفون ليش؟ شال الدوري الانجليزي، شال الدوري الايطالي، وجاب ثلاثية تاريخية، ويبغى الدوري الاسباني، اقوى ثلاثة دواري في العالم. يقول يوم ما فزنا بالابطال ما كنت برجع ميلان، ليش؟ يقول المشاعر لا تحطمني. يقول لو رجعت لميلان انا احب هذا النادي، يمكن يعني ما عاد اروح ريال مدريد. السير يقول على انتقال مورينيو لريال مدريد، يقول اصعب حرب خاضها جوزيه مورينيو واصعب قرار. يقول قراره هذا اصعب من ثلاثية الانتر، اصعب من بطولات تشيلسي. ليش؟ وقتها برشلونة كان في افضل ايامه مع مدربهم التاريخي بيب جوارديولا. مورينيو قرر انه يخوض صراع تاريخي. مورينيو من الناس اللي عادوا هيبة ريال مدريد. مدريد فترة من فترات كان ضعيف في الكلاسيكو، برشلونة كان مكتسح كل شيء. جوزيه مورينيو سبيشال ون، مدرب من افضل المدربين اللي مروا في تاريخ اللعبة. جوزيه مورينيو مدرب صنع فلسفة خاصة، كاريزما خاصة، مدرب جابه جيل برشلونة التاريخي والعظيم جدا ايام التيكي تاكا، مدرب جماهير تشيلسي في الستانفورد بريدج تحبه، جماهير انتر ميلان
تعشق هذا الرجل جوزيه مورينيو، رجل عظيم جدا، رجل يدير غرفة ملابس. يا جماعة الخير اتخيلوا قبل لا انهي السنابات واخلصها، اتخيلوا مرة من المرات كان مطرود في مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ في دوري ابطال اوروبا، اليويفا كان يراقبه، ممنوع انه يجلس على الدكة ويدخل غرفة ملابس. تعرفون ايش سوى؟ جلس ستانفورد بريدج بدري، قال اللعيبة حكون معاكم طالما تحبوا تاخذوا التعليمات وجه لوجه مني انا شخصيا. يحمسهم يا رجل، اللي يخليهم ينزلوا الملعب محاربين يموتوا من اجل مورينيو. ترى وش سوى؟ دخل غرفته ملابس، استناهم اللعيبه دخلوا، اليويفا جلس يدرب، جلس يدور مورينيو في المنصه في المقصوره في الدكه، مورينيو مو في. خش عضو من اليويفا غرفته ملابس يدوره، مورينيو اندس في سله غسيل الملابس، يقول كدت ان اختنق. تخيلوا العامل سحبه وداه على غرفه الغسيل مندس. بعد المباراة الملعب فضل، الجماهير راحت، أعضاء الاتحاد الأوروبي راحوا، مورينيو خرج. تخيلوا مورينيو خرج من غرفة الملابس، الناس مشيت، الجماهير، أعضاء الاتحاد الأوروبي، مشي مورينيو. مورينيو مرة من المرات، مورينيو وهو متجه خلاص بعد ما ودع انتر ميلان هو ماشي، حصل ماتيرازي خارج الحافلة يبكي. مورينيو يقول عليها ما تحملت هذا الموقف وأنا مشاعري متألمة وأبكي، يعني في داخلي يقول. جنب السيارة نزل، حضنوا بعض هو وماتيرازي، جلسوا يبكوا. أتخيل اللاعب يحب المدرب هذا الحب، يعني أنت لو تقول لي مدافع يا شيخ أنا أعض العشب اللي في الملعب. أنا مورينيو يقول نجحت في بورتو إني أحول اللاعبين والجماهير إلى أصدقاء، الكل يقاتل من أجل الشعار، وهذه الميزة يمتاز فيها جوزيه مورينيو. يقول مع بورتو ما كانت عندنا ميزانية، كنت أبحث عن ناس يبحثون عن مجد إنجاز لهم، يبحثون عن بطولة. ما بطول عليكم، سامحوني على طالة، السلام عليكم.